السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ هاد لا فيديو ان شاء الله اليوم غادي نعاود لكم واحد المقطع اللي انايا غادي يفيدكم في حياتكم، وفي نفس الوقت غنقول لكم بين ما غدا ان شاء الله غادي ننزل لكم الوصفة ديالت لالوي فيغا. سمحوا لي ما رديتش على التعليقات ديالكم، كان الوقت عندي مزير مزير هكا والله القسم البنات، لا راكم في قلبي ولكن الوقت كان عندي مزير. كيف قلت لكم كانت عندي عروسه اليوم اللي انا مشيت عندهم الخميس، وعاودت مشيت اليوم باش وجدتها، والله مالك الحمد، الله مالك الحمد، الله مالك الحمد. طلعت لي غزاله هكا كتعمل، ما كانتش ستريسي، ما كانتش، عملت فيا الثقه التامه، وحتى انا داكشي اللي عملت ليها يعني فرحت، طلعت لي غزاله. اللي غادي نضحككم واحد شويه معايا وهو هل العائله ديال العريس قالوا العروسه، العائله العروسه مشات عند يعني عند شي واحد اللي هو بروفيسيونيل ديال المكياج عليا انايا، وصوبات عنده وجهها، صوب لي هذاك الشيء غزال. الوغ جاو عندي قالوا عليا، قلت لهم لا انا اللي مصوبه وجهي وكنت مزعوبه، بقوه اللي كنت مزعوبه نسيت المضاد ديال عينيا، نسيتهم في الدار، وانا غاده في الزنقه وتنقول ناقصاني شي حاجة، ناقصاني شي حاجة. يعني هزيت كل شي عملته في الطوموبيل دوه، كنقول حليمة ناقصك شي حاجة. يلا هما وصلوا النص في الطريق وانا نقول لهم مضاد ديالي ديال الشوف ما كنشوف والو، قالوا لي يعني والو والو، قلت لهم والو يعني لما كانوش مضاد بحال كتقولوا لي ما عنديش عينية. المهم جابوني ردوني، خديت النظارات ديالي، مشيت لعند البنت لقيتها تبارك الله وصلها عندي، قلت لكم قالت لي يعني اللي تعمليه اللي تعمليه ما نقول لك لا خيب ولا مزيان. المهم هاني الوالده ديالتي داكشي اللي قلتي ليها عملاته هاني. اللي كنسمع فضحكت انا وياها، ضحكنا واحد شويه انا والعروسه اللي كنسمع. الله يهديكم البنات اليوم، الله يهديكم البنات اللي راكم على ابواب الزواج. اللي كنسمع وهو في وسط العرس البنيتات كيتحتوا مع بعضياتهم، يعني العزبات البنات 20 25 30 35 كتقول لها والله وما تكون عنده هادي وما تكون عنده هادي وما تكون عنده هادي الا خديته. الاخرى كتقول لها والله ما حط فيا الصداق القد والقد، والله لا دخل عندنا. يعني سمعت شي حوايج اللي انا وياها تنقول لها تنقول ليها الصقعه، يا اما ما تضحكيش وما تضحكينيش معاك ولا كل شيء غيمشي لينا هكذاك. المهم قالت لي هي مسكينه، قالت لي خديت راجلي ما عندوش الوراق ولكن خدام. قلت لها اذا واحد النهار غيكون عنده الوريقات ديالو، ولا بغى الله سبحانه وتعالى غادي نتعيطوا عليا في الولاده ديال وليد ولا بنيه. ناضت عنقاتني وقالت لي يعني ما كنتش كنتخايل هاد الطيبوبه فيك. قالت لي انا ملي الوالده يعني الام ديالها قالت لها راجية حليمه اللي غاده يعني تصوبك وتقادلك وداكشي، قالت لي انا شفتك في القناه ولكن ما كنتش منتظره غدا ترجعيني بحال هكذا. الو عاودت ليها واحد الحكايه طرات ليا، قلت ليها جيتي انفيتي
باغ اون جام ما نعطيش السميه ديالها، اللي يعني ملي جاتني لانفيتاسيون فرحت، ما نقولش لكم فرحت، على ود ناخذ لي برودوي من عندهم شاط، يعني انا شاط عليهم بينما انا خدامه في صيدليه عندي كاع لي برودوي. اشنا هو الهدف ديال هاد لانفيتاسيون هادي؟ قالوا لي باش يعني تحط في القناه ديالك. قلت لهم داكور، انا ديما مضاربه مع شعريه البنات. قلت لهم داكور. ملي مشيت ليهم، ما نكذبش عليكم، مشيت ليهم بحال شي مرا عندها 100 عام. مشيت ضربتها بتدويشه، جمعت شعري، عملته في زيف، ومشيت، وكان معايا ولدي. هو مشى كيتسرى في لي ماكازان ديال لي زوم، وانا دخلت عندهم. يعني قالوا لي لا ريسبونسابل جايه، يعني كتعرفوا ديك الوزير جاي، العامل جاي، القائد جاي. بقيت كنقول هنايا انا فين. المهم جات لا ريسبونسابل، جات عامله واحد الصمطه هنايا، عرفتوا هادوك اللي كيعملوا فيهم لي بغوس، كيعملوا فيهم داكشي كلشي ديال الماكياج. قالت لي غادا تفيلمي، يعني انا غادي نسمح ليهم يفيلميوني ملي يكونوا هما كيماكيو ليا. قلت لهم داكو يا با دو سوسي. بداو كيعملوا ليا في الماكياج، ولكن ما كنشوفش انا في الميغوار، انا ما كنشوف والو، يعني من بعد غادي يدوروني عند المرايا باش نشوفها. كنقول الميغوار وكنقول المرايا، على ود كيجوني بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي حليمه اش ديك الكلمه اللي قلتي ما فهمناهاش. من بعد كيدوروك عند الميغوار وكيقولوا لك حلي عينيك. البنات والله القسم هادشي اللي كنعاود لكم راه صدمه، يعني كون ما عرفتهمش صحاح ولا طاكيتهم غيغلبوني. كنت نطاكيهم، على ود صورت الوجه ديالي وعندي لا فيديو، هما كيفيلمي وانا كنفيلمي بالكاميرا ديالتي. يعني اش نقول لكم، ساعه ديال المكانه، ها رموش اصطناعيه، ها يعني لو فون دو، ما نقولش لكم داكشي اللي عملوا ليا، ولكن الماكياج ملي جابوه انا عملت واو، يعني داكشي غزال. ملي سالات وقالت لي دوري عند المرايا الميغوار، تخلعت. اويلي هادي انا حدي، قلت عفوني، تشوكيت، عفوني بين ما نعطيك تا انا من داكشي، وداكشي عندي في دمي انا ما معلماش. قلت ليها غير واحد الحاجه، مع ولدي كان في المجازات، قلت ليها واش عندك دي ماكيون ديال العينين باش نحيد عليها هادشي كلشي. قالت لي علاش؟ قلت لها ولدي معايا، يعني هادشي بزاف اللي عملتو ليا، جابوا ليا دي ماكيون ديال العينين، جابوا ليا ديال البشره، جابوا ليا كلشي، حيدت كلشي على وجهي، نقيت عنقي، نقيت كلشي. قلت لهم دابا اعطيوني من ساعه المكانه، وغادي انا نصغر نفسي ب10 سنين باش بالمكياج. بقاو كيشوفوا فيا واش انتيا كتعملي اليوتيوب ولا خدامه في الصيدليه ولا. قلت لهم 7 صنايع ورزق ضايع. ماكييت وعملت لهم نفس الشيء، قلت لهم حتى وحده فيكم ما تشوف فيا. دخلوني لواحد البلاصه وجابوا لي كل شيء داك المكياج، وملي عملت المكياج وخرجت، يعني بقاو كيشوفوا فيا، قالوا لي سي انكرويابل كيفاش كتابليكي المكياج، كيفاش كتابليكي لي كولور، كيفاش كتعرفي تعملي واحد الحاجه مع واحد الحاجه، سي انكرويابل. هي فاش وحده خدامه معاهم، كنت قلتها في واحد الفيديو، تكات عليا وقالت لي واش بغيتي تخدمي يعني في هذا الشيء ديال العرايسات وداك الشيء، راه كنعرف الناس بزاف
كيبغيو انسانه بحالك. المهم دابا انا دخلت لهذا الدومان، هاد العرس اللي جيت دابا جابوني حتى الباب وحطوني. يعني عندي خدمة ان شاء الله السبت الجاي، الجمعة غنمشي، والسبت عندهم السابع اسبوع ديال الولد اللي تزاد عندهم، ملي وقيلة دنيا باطمة عملات بنتها في العمارية وطلعت مع بنتها في العمارية، ولاو بزاف كيعملوها. قالت لي غادا تطلع في العمارية وبغاتني نجي باش نقادها، ويعني ونشوف لها التكشيطة اللي غادا تلبس وداكشي. وفي البورطابل وراتني تكاشت اللي عندها، يعني قلت ليها جيبي لي هادي وجيبي لي هادي. غادي نمشي نهار الخميس لعندها للدار ديالها، غيجيو يديوني، ونهار السبت ان شاء الله غادي نمشي نقادها. وكان يعني كنعمل معاهم، بين ما ملي نكمل خدمتي ما كنبقاش انا ما كنحضرش العرس على ود عندي الدواء ديالي وعندي الكورسي ديالي، هو اللي موقفني. يعني عمر شي واحد ما قال لي لا درتي معانا تبقاي، انا ماشي يعني ماشي كوموندي، انا خدمتي عملتها فرحات بها البنت، وماشي الاولى وماشي الثانيه وماشي الثالثه، المهمه ديالتي كتنتهي هنايا. اللي جعلني جيت نعمل لكم هاد لا فيديو، وهي البنات اتقوا الله في نفوسكم، اللي لقات شي ولد الناس شويه من عندك وشويه من عنده. اما لا كتقلبي عليه كوفه عامه بالفلوس، راه غادي يشوفك الشوفه ديالت واحد الانسانه بحال العبده، هو اما وانت تنفذي، علاش؟ على ود هو عنده وانت ما عندكش. وكذلك من لوطخ كوتي، علاش كيقول داك المثال ديال لبس على كيفاش كيقول لبس قدك يواتيك. داكشي اللي سمعته في هاد يعني هاد العرس اللي انا خليته الليله وجيت، داكشي اللي سمعته البنت يعني الطوبيس مشى عليها، فات عليها الحال، ومع ذلك باغياه وباغياه وباغياه، والله ما عطاني والله ما جاب لي والله ما يعني ما هاد الشيء. انا اولا ما سمعتوش عند والديا، وبنتي ملي تزوجات يعني ديك الكلمه ديال الصداق عملت بحال اللي عمل الوالد ديالي الله يرحمه لبات ولادي. قلت ليه شري ليها شي حاجه، كانوا والديه عراقيين، قلت لهم خذوا ليها شي حاجه ديال الذهب من عندكم من العراق ولا من هنا من باغي، هما سابقيني هنا في فرنسا، هما شي 50 عام دابا هما هنايا. هذه غير رساله بغيت نوجهها لبنياتنا اللي هما هي على ابواب الزواج، الا كان الاخلاق ديالو حسنه وكان انسان كيصلي وكان انسان كيتقى الله، على ود كاينين اللي كيصلي وما كيتقوش الله، هذه نقولها لكم. كان واحد الانسان كيصلي وكيتقى الله، وكان واحد الانسان الا انت بديتي كدوي في شي وحده هو يقول لك سكتي، راكي كتدي في الذنوب، ماشي زيدي الصوتي على العافيه. الا كان واحد الانسان يعني في القليله ولا الكثيره راه معاك، تكوني صحيحه راه معاك، تماضي راه معاك، الوليدات ولدتوهم بجوج غادي تكبروهم بجوج. اما واحد الحبيبه عنده الملايين راه تشوفيه غير خطره في الشهر، عنده لي زافير ديالو، كنا براه في لي زافيون على ودانا، عندي خواتاتي مزوجين منهم. واحد عنده الفلوس يعني اش نقول لك، من غير هادشي ديال لي زافير تشوفيه خطره في الشهر، اي حاجه عملتيها انت في البيت كيقولوا هو اللي عملها، هو اللي جابها، هو اللي شراها، علاش؟ حيت هو اللي عنده الفلوس. نهار الاول اختاريتيه كيف كنقولوا مضخم،
ما مشيتيش على قدك، ولا تلاقيتي مع شي ولد الناس على سنة الله ورسوله، تقي بيا نقطة بنقطة كيعمر الواد. غير نتيايا تكوني من جهتك صافية، نيتك صافية، وهو نيته صافية، وتيقوا بيا غادي نزيدوا القدام. مي داكشي انا اللي سمعت دابا هو اللي جعلني دخلت وجبت معايا ماكلة ديال البنات، عطوني العشاء ديالي جبتو معايا، الريحة ديالو كتعطي من هنايا. يعني داكشي اللي سمعت وشت، وماشي الام ديالها كتقول ليها يا بنتي شوفي لك عشي ولد الناس، الام ديالها كتقول ليها ايوا داكشي اللي خصني، غير تجيبي ليا شي مكحطو وتدخليه عليا. خلاتها حليمة في ديك الحكاية اللي حكات شي كحل العفطة. قلت ليهم وليتو كتعيطوا عليا كحل العفطة؟ قالوا لي لا، عجبتينا بهذيك الحكاية ديال ديك البنت والسمية اللي عطيتي لها داك الصقع. قلت لهم هذاك راه ماشي صقع، هذاك راه كحل العفطة. يعني كنقول للبنات اللي تلاقات مع شي واحد، يعني واحد الحاجة تاني صدماتني في هاد العرس، وهي البنات جايين بالتكاشط ما شاء الله. هاد لا فيديو اللي كنعمل لكم بالإذن ديال العروسة والعريس، ماشي يعني البنيات جايين يعني العرس، في العراسات فين بنات الناس كيتلاقاو مع ولاد الناس، ماشي في القهاوي بالنسبة ليا انا، ولا في الزناقي، ولا انا هادشي اللي عندي. ولابسين شي تكاشط يعني هادشي كيبان، عرفتو دوك الكمام ديال الشبكة، هادشي كلشي كيبان. يعني انا كنحاول غير نرد الكاسيطة شوية بالله. الا تعقلوها البنات، كانوا خرجوا واحد العام واحد التريكويات كان عندهمكم وما كانش عندهمكم، وكانوا عاملين هكا. كانوا كاع الناس لبسوهم، لمياء بنتي شراتو، وكنا غادي للمغرب غادي فاكونس. بنتي شراتو وخباتو في الاول قلت ليها والله ما تلبسيه، يعني على هنا في لافرانس. ناضت هي خباتو في الباليزه، حنا غادي للمغرب. ملي وصلنا للمغرب ممنوع انا عندي تلبسي شي حاجه كتبين، ولا لقينا البنات في المغرب ما شاء الله كلشي لابسينه، في الغوز في البيض وهي تقول لي وانتي شوفي البنات هنا في المغرب ولابسينه. قلت لها غادي نقول لك غير حاجه وحده نحبسوا هاد المشاكل من دابا. قالت لي شنو؟ قلت لها فين عملتيه؟ قالت لي عملته في الباليزه. قلت لها نشوف. انا كاع ما بقيت عاقله عليه كاع كيدير، جبداتو ليا على نيتها، عطاتو ليا والد كيشوف فيا. جبت المقص قطع قطع قطع، قلت لها هاكي، انا ما كيتلبسوش عندي هاد الحوايج، وما تدخليش على عائلتي، وما يشوفوكش الناس ويقولوا بنت حليمه. كيفاش كتسمحوا لبناتكم يلبسوا دوك التكاشط؟ ها اللي ديكولتي هابط حتى لهنايا باش يبان، يعني دي تخوك اللي انا شفتهم، اللي العروسه بقيت كنقول ليها الصقعه. قالت لي عندك تعيطي عليا كحل العفطه؟ قلت لها لا، غير ما تبقيش تضحكي، ما تضحكينيش معاك. داكشي اللي سمعنا حسبي الله ونعم الوكيل. لهذا غادي نختم هاد لا فيديو، غادي نقول لكم هاد الحكايه اللي انا حكيتها لكم في مصلحتكم. اتقوا الله، بنيو الحياه ديالكم والاسره ديالكم يعني بوالو، على سنه الله ورسوله والعائله، وشويه من عندي وشويه من عندك، وغادي تكبر ديك تبارك الله وصلى عن بيدك الخبزه اللي نتوما بجوجكم عجنتوها ودلكتوها وخمرتوها وطيبتوها، غادا تكبر وغادا تكفي العائله، وغادي تسمى عملها فلان وفلانه، المرأة والراجل.
اما لا تجي تقلبي على شي واحد مدخن حياتك كلها، غادا تعيشي غيكون عندك كل شيء، كل شيء غيكون عندك، ولكن راجلك غادا تشوفيه خطا في الشهر. ويا ترى يا ترى واش كاينه شي وحده اخرى في دوك البلدان اللي كيمشي ليهم. كنقول لكم ما تنساوش تعملوا لو بارطاج لهاد لا فيديو، على ود كاينين بزاف ديال البنات على بالكم العراسات كانوا غير في الصيف، دابا ولاو كي في الشتوى، على ود ملي سألت علاش في الشتوى ولاو العراسات بزاف، قال لك لا صال كتكون رخيصة، بزاف ديال الحوايج كيكونوا رخاص بالنسبة للصيف. هالفرصة فاش يعني تلاقاو مع هذا الراجل اللي هو غادي تكملي معاه حياتك، ولا هو غيكمل معاك حياته. ما تطمعش فيها وما تطمعش فيك، هذه هي الكلمة اللي غادي نقول لكم. وما تنساوش تعملوا له لايك، لو لايك ما تبخلوش عليا بلو لايك ديالكم ولو بارطاج ديالكم. و ما كرهتش تكونوا معايا وتاكلوا هذا الشيء اللي عطاوني، بزاف هذا الشيء اللي عطاوني. كنقول لكم جو فوز امبراس، وضموا ضموا ضموا لقناتكم اللي هي قناتكم نصائح حليمة، وعائلتكم اللي هي عائلتي نصائح حليمة. ضموا لهاد العائلة وزيدوا كبروها، على ود كيف قلت لكم كنت بوحدي، واليوم صبحت عندي عائلة مسانداني في السراء وفي الضراء. كنقول لكم جو فوز امبراسي، جو فو ديا بيانتو على بروشان فيديو، وما تنسونيش بدعواتكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.